فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة أخرى تقول بأنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته ووصفه وأبا بكر رضي الله عنه، غير أنه كان في الرؤيا أطول من رسول الله عليه الصلاة غير أنه كان في الرؤيا أطول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رؤيا أخرى سمعت هاتفا يهتف لها فظنت أنه ملكا، وعلمها آخر سورة البقرة وقال لها اقرأي على النساء وانفثي عليهن وسينفع الله بك. وتقول فعلا بدأت أقرأ على النساء وتعافى كثير منهن. لا، هذه لا تصدق، يمكن شيطان يغرر بها فتترك هذا الشيء ولا تتماشى معه. اللي يأمرك يقول افعل كذا وسو كذا، هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يأمر وينهى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.